هذولا جلس يوم جلسة كذا في آخر الليل مصارحة يعني زي ما سمت جلسات مصارحة. حلو. فقاعد يقولون وش كل واحد منكم يتمنى أو يتوقع وش بيصير له. فقال الأول أتمنى بيت، قال الثاني أتمنى مثلا سيارة، قال الثالث أتمنى زوجة، قال الرابع كل واحد منهم يتمنى شيء. الأخير هذا فيهم الرابع قال أنا أتمنى إني أصير حاكم للأندلس أو والي من ولاة الأندلس. قاموا نظروا له الثلاثة وجلسوا يضحكون، كل واحد يضحك عليه، أنت صاحي أنت حمال قاعد تشيل ومدري وش بتصير حاكم ووالي على الأندلس يعني وين وش اللي أنت عايش فيه؟ أحلام. أي جلسوا يضحكون. قام قال لهم أنا لو صرت حاكم وش تبغون كل واحد؟ قال الأول أبغى قصر، قال الثاني أبغى لي مال معين، عطاه مثلا 1000 أو 2000 أو 5000 مبلغ معين. هلا. الثالث قال له مستحيل أصلا تصير والي، أقول لك إذا صرت والي حطني على حمار واقلبني عليه واكتب مثلا مقولة من القتال، نفس الشيء المقولة اللي قال اكتبها يعني، ولفني في 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 الأندلس، اي في الأندلس أو في الولاية اللي كان فيها. المهم دارت الأيام وصار هذا الرجل دخل إلى الجيش، صار جندي، بعدها ترقى إلى قائد كتيبة، بعدها ترقى إلى صار قائد الجيوش هذه كلها إلى أن أصبح حاكم. دارت الأيام، دارت الأيام وصلته من جديد وصار حاكم. لا أصدقه تعال جت طلباتك تعالي الأول تعالي الأول أنت إيش طلبت؟ قال أنا أبغى قصر، قال خذ هذا القصر. جاء الثاني قال أنت إيش طلبت؟ قال أنا طلبت تعطيني مال، أعطاه المال. ثالث إيش طلبت؟ مصدوم مش متوقع يعني كيف وش اللي صار في الدنيا، أنت تبغى الحمار وتمشي عليه هذا هو. فشوف سبحان الله بعض الأحيان يعني يوم أقول لك البيت ما بين طرفة عين دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البالي، ما بين طرفة عين وانتبهت غير الله من حالي لحالي تغير الدنيا. يقول لك نفس القصة هذه أو مشابهة لها، أبو سفيان كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينادي رجل كان جاي من اليمن، أحد ملوك اليمن. فيوم أخذوا معه كان معاوية بن سفيان، الرجل هذا هو أحد ملوك اليمن، فكان على الجمل ومعاوية بن سفيان يمسك له الخطام حق الناقة. هلو. فقال له يعني أردفني خلفك، يعني خليني أركب خلفك. قال له لا ما تركب خلفي. قال له طيب أعطيني حذائك. قال لا ما تأخذ حذائي. قال طب خليني بس أجلس على ظل الناقة. قال ولا أنت لست من أرداف الملوك، يعني قال له من أرداف الملوك، يكفيك بس أنك تجلس على ظل الناقة وتمشي عليها. شوف الكلمة يعني. سكت أبو سفيان إلى أن خلص اللي أمره النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل. دارت الأيام وأصبح معاوية بن أبي سفيان أول حكام دولة بني أمية، ودخل عليه هذا الرجل. انت تخيل المشهد، قبل مدة من الزمان قاعد يقول لك خلني أركب خلفك بعدين أعطني حذائك، قلت لست بأرداف الملوك ولا أنت يعني أنت ما أنت من اللي أصلا يركب خلف الملوك، من أنت؟ قال له يكفيك بس أنك تمشي ظل الناقة والآن تجي عندي. تتوقع سوى؟ وش سوى؟ أنت ايش تتوقع؟ ما أدري بس صدمة يعني، ايش ردة الفعل؟ يعني لو أنا وأنت، أنت ايش ممكن تسوي لو أنت ذا المكان يعني وجاك هذا دخل عليك؟ ما أدري بس أحس إن الواحد يعني بيجي شيء في نفسه، بيجي شيء بنفسه لازم. لا لا شفت هذول الصحابة خيار الناس. إي طبعاً لا إله إلا الله. معاوية اختلاف معاوية يوم رأى الرجل هذا قال له تعال وأجلسه جنبه وأكرمه وطيبه. شوف كيف أخلاق الصحابة وحلم معاوية. معاوية ترى حليم وقائد، قائد فذ يعني مو زي مثلاً أي قادة أو أي ملوك، لا إنسان فيه حلم. والقائد والملك والحاكم إذا فيه حلم يعني يكسب قلوب الناس. معاوية جاء رجل كان فر من والي في العراق، جاء إلى معاوية وهو معاوية نفسه ملك الشام.